أسجاس أمجاز ومعناها عام سعيد، جملة تتردد كلما دق يناير أبوابه معلنا دخول بداية سنة أمازيغية جديدة في التاريخ المصادف للثاني عشر من شهر يناير من كل عام. في هذه الحلقة من برنامج نوافذ حطت كاميرا الغد رحالها بقرية عزرة بمدينة تيزي وزو شرق العاصمة الجزائر. يحل يناير على الجزائريين كغيرهم من أمازيغ العالم في يوم تعم فيه مظاهر الاحتفال والابتهاج والفرحة استقبالا للعام الأمازيغي الجديد. في هذه القرية الجميلة والمضيافة تجلت مظاهر الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. يناير عيد يجمع الجزائريين ويوحدهم، ومنذ 2017 أعلنت السلطات العليا في البلاد عن قرارها باعتبار هذه المناسبة الثقافية والشعبية كيوم وطني وعطلة مدفوعة الأجر. الهوية الأمازيغية اللي عندنا عادات وتقاليد في ليلة يناير ولا عشاء يناير، كل واحد وش يدير، كل منطقة يعني كان منطقة الشهوية جهة باتنا كاين تيزي وزو كاين بجاي، كل منطقة وتقاليد تاعها. يعني احنا كي نشوفوا في الغرب الجزائري تلمسان كيفاش يحتفلوا باليوم تاع يناير، تقول قبائل هما يعني يتكلموا باللغة العربية، فاهم؟ معناتها ما في الغرب الجزائري عندنا هوية أمازيغية وكلنا جزائريين ما شاء الله، نعتزوا بدمائنا وفخر كأننا مسلمين. لازم نتوحدوا، لازم نتعلموا ما نقصيوش بعضنا، لازم نتعلموا نتقبلوا بعضنا، نفتخروا بتاريخ تاعنا، نكونوا شعب، باسكو الجزائر تحتاج ولادها بزاف. هذه مناسبة توحدنا كما رانا الشعب الجزائري كله متوحد. الاعتراف الرسمي بهذه المناسبة يعد ثمرة لتراكم سنوات طويلة من نضال المتمسكين بالمكون الأمازيغي الذي يعد جزءا أساسيا في بناء الهوية الوطنية الجزائرية. الحاجة اللي ميزت الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية مؤخرا هي الطابع الرسمي الذي أخذته هذه الاحتفالات بترسيم يناير كيوم وطني وعطلة مدفوعة الأجر، وهذا مكسب حقيقي من نضالات قاموا بها مناضلين سياسيين وأيضا كتاب ومثقفون، خلت الجزائريين يتصالحوا مع هويتهم الأمازيغية ويحتفلوا ويعطولها بعد وطني. في القرى والمداشر الوعدة تقليد راسخ في مظاهر الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وهي مأدبة غذاء ضخمة لإطعام السكان والضيوف والسياح وعابري السبيل. وتقف نساء القرية على قدم وساق لتحضير الوعدة التي يقدم فيها طبق كسكسي خاص بيناير يطهى بعناية وحب كبيرين باستعمال سبعة أنواع من الحبوب والبقول الجافة تيمنا بما تنبته الأرض. عندنا أكلة شعبية اللي فيها الطعام وسبعة، احنا نقولوا لها سبعة يسوفير، هي اللي فيها سبعة حبوب، فيها الحمص، العدس، لوبيا تاع المنطقة تاعنا نقولها لوبيا من العيون. ساعات من التحضير المضني يوصل فيها الليل بالنهار، وهذا التعب في التحضير تتجاوزه حرائر القبائل بالأشويق، وهي أغاني شعبية موروثة عبر الأجيال. احتفالات يناير فرصة مواتية للتعريف بالأكلات الشعبية كالكسكسي والشخشوخة والبغرير وغيرها، بالإضافة إلى الترويج للثقافة الأمازيغية على غرار الأغاني والأزياء وحفلات الزفاف التي تعكس عادات وتقاليد المنطقة. كل عام يناير نخرجوا جديد باه يتصدروا بها العروسة، ودرنا الديفيلي والعرس. نقول لكم يعطيكم الصحة، أسقس أمجاز بور تو لو موند. عريس وعروسة اللي يبينوا بزاف زي القبائلي،
وين أيضا حضرت هنا كعارضة أزياء مع سبحة عريش التي قدمت لنا هذا الزي الخبائلي. يناير 1972 يذكر الجزائريين بهويتهم وتاريخهم الذي يعود إلى 950 سنة قبل الميلاد، ويرسم العلاقة الوطيدة التي تربط الإنسان بالأرض والفلاحة. الأمازيغ صح كانوا قويين في الحرب وكان عندهم الأخر، وإنما كانوا مزارعين متمكنين ثاني، وكي كان عندهم 12 شهر الرومان والأخر كان عندهم غير 10 شهور، دونك كانوا غالطين في الحساب تاعهم. حتى 700 سنة قبل الميلاد جاء جول سيزار يقولوا بلي في شمال إفريقيا كيحتك بالأمازيغ إلاري فيزيرا جاء الرسلامة الإغريقية هذاك وزاد شهرين. مئات السياح من جميع ولايات الوطن حجوا إلى قرية عزر الجميلة التي توجت بلقب أنظف قرية في الجزائر. هذا العرس الثقافي يتقاسم فيه الجزائريون فرحة استقبال العام الأمازيغي الجديد بمظاهر احتفال متنوعة ومختلفة من منطقة إلى أخرى. أزجز مجز معكم العشر أرزوك 11 سنة، جيت لهنا الأزرة باش نحتفل بيناير و سي بروبر بزاف و كل عام نجوزوها بخير و عجبكم الحال؟ عجبني بزاف الحال، سي بروبر وإن شاء الله نزيدو نعاودوها. بعد جولة استكشافية قمنا بها وجدنا أن كثيرا من الحاضرين هنا بقرية عزرة بتيزي وزو يشارك لأول مرة في إحياء هذه المناسبة. جيت من ولاية بسكرة باش نحضروا احتفالات يناير ونشوفوا الثقافة الأمازيغية ونشكرهم بزاف يعني أنهم قاموا بينا ورحبوا بينا وتعرفنا على ثقافة جديدة. الأمازيغ شعوب تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة بمصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوباً.